السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم أريد أتحدث عن موضوع دائما أسأل فيها من قبل بعض الطلاب، طلاب العمارة وطلاب التصميم الداخلي، وهو ما هي المساحات المناسبة أو المساحات المثالية للفضاءات التالية؟ أو المساحة المثالية للحمامات، المساحة المثالية لغرفة الضيوف المجلس، والمساحة المثالية لغرفة الطعام. وطبعا أنا شخصيا يعني أنا لا أحب أنه أعطي أبعاد معينة أو مساحات معينة وأقول هي هذه المساحة المثالية للفضاءات هذه، لأنه كل مشروع من المشاريع له ميزته الخاصة كما تعلمنا في إدارة المشاريع Project Management. ولذلك كل مشروع له خصائصه الخاصة، وبالتالي يفضل أنه أثناء فترة المرحلة التحضيرية للتصميم، أثناء الجلوس مع الـ مع الـ مع الكلاينت، ونريد نتكلم مع الكلاينت إيش هي المتطلبات، ما هو الحاجات الكلاينت، انه نساله بعض الاسئله، لانه في بعض الاحيان طبعا الكلاينت هو يذكر المتطلبات ماله في التصميم، لكن بعض الامور هو قد يعني ما يخفيها، وانما ما يذكرها للكلاينت بسبب انه يظن انه يعني معلومات غير مهمه، او قد يعني لا يذكر ان يذكر يعني يذكر انه يعني يخبر عن هذه المعلومات. انت كمصمم انتيريور ديزاينر او انت كاركتكت يعني معماري مهندس معماري لازم تسال عن هذه الامور. في حالتنا هذه احنا نتكلم عن الحمامات، نتكلم عن غرفه الضيوف، نتكلم عن غرفة الضيوف، نتكلم عن غرفة الطعام. هذه الأمور نحتاج أنه نسأل عنها. طب احنا خلينا نجي ناخذ نتكلم عن واحدة واحدة من هذه الفضاءات. الفضاء الأول مثلا مساحة غرفة الضيوف. أنا وأنا جالس مع الكلاينت أريد أتكلم معه، أحاول أبين له أنه إيش أسأله بعض الأسئلة حتى أصل من خلال هذه الأسئلة إلى المساحات اللي أنا أستطيع أن أصل إليها أو الأنسب للكلاينت هذا في مسألة غرفة الطعام مثلا على سبيل المثال، راح ناخذ أو غرفة الضيوف على سبيل المثال كأول نقطة. يعني النقطة الأولى، أول شيء نأخذ من العدد المتوقع للضيوف الذي ممكن أن يعني يحضرون عنده في وقت واحد، كم يتوقع، وخاصة في فترات الذروة مثل مناسبات الأعياد على سبيل المثال. بالنسبة للكلاينت، هو من، هل هو جد، هل هو أب فقط، إذا كان هو جد مثلا عنده كم عدد من الأولاد والبنات كم عنده من الأحفاد، فهذا من خلاله ممكن أن نتوقع أو نتخيل حجم العائلة اللي ممكن ان تتجمع عند الجد هذا في فترات الاعياد على سبيل المثال كما قلنا. وبالتالي ونساله ايضا، بالتالي نقدر نحدد كم شخص راح يكون موجود عندنا في هذه غرفه الضيوف على سبيل المثال او المجلس. طبعا في بعض البلدان وفي بعض العادات وفي بعض المواقع يكون في فصل ما بين الاناث والذكور، ما بين النساء والرجال، وبالتالي ايضا في هذه الحاله ايضا انت لازم تسال عن هذه المعلومه بسبب انه هل انا احتاج انه اعمل غرفتين للضيوف يعني او مجلسين، او انه ممكن يكون مجلس واحد وغرفه او الصاله تكون للحريم مثلا والغرفه المجلس تكون للرجال او العكس يعني. وبالتالي لما اجي انا اصمم الليفنج روم او الصاله لازم اصممها وفي بالي اثناء التصميم انه هذه الغرفه او هذه الليفنج روم، هذا السبيس ليس فقط للعائله، سيكون في يوم ما سيكون غرفه ضيوف ايضا، يعني ممكن ان استخدمها كغرفه ضيوف. وبالتالي ايش التاثير، يعني ما هو التاثير اللي راح ياثر، ما هي غرفه، هي صاله وهي غرفه ضيوف، ممكن تكون ايش المشكله يعني. المشكله انه غرفه ضيوف، غرفه الصاله اذا كانت صاله فقط للاستخدام كصاله سيمي برايفت، يعني ممكن تكون احنا نسميها سيمي برايفت، يعني ممكن تكون للاهل وشويه، ممكن يكون بعض الناس القريبين جدا المقربين يدخلون اليها، وبالتالي البرايفسي مالتها ما هي عاليه ولا هي نوعا ما بابليك يعني. لكن اذا استخدمت الليفنج روم على انها تكون ممكن في يوم من الايام كجيست روم، طبعا البرايفسي راح تتغير، راح تتحول الى في يوم من الايام انك تتخيل انها تكون بابليك، وبالتالي ممكن انا اصمم بارتيشنز مثلا تعزل هذه الصاله عن مثلا غرف النوم، عن الدرج اللي طالع الى غرف النوم، عن بعض الحاجات الخاصه على سبيل المثال. طبعا ممكن، طبعا احنا نعرف في غرف الضيوف بعض الناس يطلبون ان يكون فيها حمام ملصق فيها، ملحق فيها يعني، وغرفه غسيل يعني غسيل واشنج روم. وبالتالي ايضا هل هذه الليفنج روم اذا كنت راح استخدمها ممكن انها تحتاج الى attached bathroom و washing room، في حال لو كانت living room ما كنت راح احتاج هذا النوع من المرفقات مع غرفة living room، فبالتالي هاي تأخذ في نظر الاعتبار. او ممكن يكون متمكن والمساحة موجودة وبالتالي يكون عندنا اثنين living room. هذا فيما يخص غرفة الضيوف. طيب هل الضيوف، نوع الضيوف اللي يأتون الى هذا المالك، هل من النوع اللي هم يبيتون عنده
يبيتون ليلة ليلتين، لأنه هذا أيضا ممكن يحتاج في هذه الحالة إلى غرفة ضيوف المبيت. يعني غرفة المبيت هذه هل تكون منفصلة عن المنزل، هل تكون ملحقة بالمنزل؟ هذه أيضا تؤخذ بنظر الاعتبار إذا كانت ملحقة أو متصلة. طبعا بال يعني within the discussion with the client، يعني بالنقاش مع الكلاينت، أنه ممكن نشوف أنه إيش متطلب، هل تكون مفصولة أو تكون ملحقة بغرفة الضيوف، بغرفة الضيوف يعني غرفة المبيت للضيوف والمجلس. هذه أيضا لأنه مثلا لو كان مثلا صاحب البيت أو الكلاينت في مكان بعيد عن الضيوف المتوقع انه يزوروه، بالتالي غالبا ممكن يكون هؤلاء الضيوف يبيتون عنده، فبالتالي يقول انا احتاج الى غرفه مبيت للضيوف. فهذه كلها تؤخذ بنظر الاعتبار اثناء التصميم، وبالتالي لما حصرنا العدد عرفنا العدد الكلي المتوقع، وعرفنا انه في غرفه ضيوف ايضا في مداخل راح تكون، مخارج قد تكون، في عندك مدخل على الحمام والواشنج روم، في عندك نوافذ، في عندك غرفه مدخل يروح على غرفة الجست بيدروم اللي هي غرفة النوم للضيوف، وبالتالي هل هذه تكون متصلة يعني مع المجلس أو تكون منفصلة، كلها تأثر على المساحات، عندك circulation area حركة الناس داخل الصالة، كل هذه تأخذها بنظر الاعتبار، وبناء على ذلك تعتمد ترجع الستاندرز بالنسبة للفرنتشر اللي راح تحطه في هذه. طبعا نوع الفرنتشر اللي راح يستخدم، هل هو جلسات عربية، هل هو يعني كراسي وطاولات وكذا، هذه ايضا تاخذ الستاند من الدايمنشنز مالتها، تاخذ من الستاندرز والسيركيليشن ارياز، وكل مثلا فرنتشر صوفا او تشير او غيره، هذه كلها لها مسحات حواليها، تاخذها من النايفر، تاخذها من التايم سيفر، على اساس انك تستطيع ان تتخيل او تحقق المساحه المطلوبه بناء على النمبر اوف اوكيبنسي، يعني نسبه الاشغال او عدد الشاغلين اللي هم الجيست رومز. طيب الان في مساله اخرى، مساله صالة الطعام. صالة الطعام هذه أيضا كم العدد المتوقع، نسأل كم العدد المتوقع للناس اللي الضيوف اللي من النوع اللي هم يجلسون عندك مثلا وتحتاج أن نسوي لهم داينينج سفرة طعام، يعني ما هم فقط جايين يشربون القهوة ويطلعون مثلا، وبالتالي هؤلاء الضيوف المتوقعين عددهم نعرفه، بالتالي نستطيع نحدد عدد الكراسي، حجم الطاولة اللي راح نستخدمها، في طاولة أخرى إضافية على الجانب ممكن تكون للسفرة وأدوات الخدمة يعني للطبخ، عفوا للتقديم يعني، وغيرها من الأمور، مداخل مخارج وغيرها من الأمور. وبالتالي طبعا غرفة الطعام هذه محتاجة أن تكون ملصقة بالمجلس، محتاجة أن تكون بمكان آخر. في حالة segregation، في حالة العزل ما بين النساء والرجال، من اللي سيستخدم هذه الدايننج روم؟ هل النساء هل الرجال؟ إذا كانوا النساء والرجال موجودين وإحنا نحتاج نعزلهم، من اللي سيأكل في غرفة هل سيكون الأكل الطعام يكون في غرفة الطعام مع المجلس، أم في غرفة الطعام مع الليفنج روم؟ أيضا هذه تؤخذ بنظر الاعتبار، أم يكون الطعام على مرحلتين، مثلا في بعض العادات والتقاليد يكون مثلا يعني الرجال بعد كذا بعد ذلك النساء، أو العكس، يعني يكون على وجبتين الطعام عشان لا يصير في يعني يستخدمون غرفة الطعام مرتين. هذه تعتمد أيضا على التقاليد وعلى الكلاينت إيش هو يرغب. فبالتالي اذا الليفنج روم تستخدم كغرفه طعام، فايضا هذه لازم تؤخذ ايضا بنظر الاعتبار، انه الليفنج روم هاي في وقت من الاوقات ستستخدم كغرفه طعام، وبالتالي ايش هي علاقتها مع الكيتشن؟ لان الليفنج روم ما شرط انها اذا كانت ليفنج روم فقط ما شرط يكون لها ارتباط وثيق بالمطبخ، لكن اذا كانت على انها ممكن تكون جيست روم، وفي وقت من الاوقات ممكن تكون ليفنج روم، في ممكن تكون علاقه ايضا تاخذ بنظر الاعتبار مع الكيتشن مع المطبخ، هذه مساله اخرى. فبالتالي ناخذ السيركيليشن وناخذ الستاندردز ايضا النويفرز والتايم سيفر، ناخذها بنظر يعني ندرسها حتى نعرف الاثاث مساحات الاثاث، وبالتالي نستطيع ان نحدد المساحه المطلوبه. اذا ايضا هنا اقول مره ثانيه واكرر انه انا ما احب انه نقول هذا المساحه المثاليه للجيست بيدروم او الجيست روم اللي هي المجلس او 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 غرفه الخطار او هذه المساحة المثالية لغرفة الطعام. طيب نجي على المسألة الثالثة والأخيرة، وهي مسألة الحمامات. أيضا الطلاب يسألون دائما في درس التصميم إيش المساحة المثالية للحمام. طبعا الحمام هذا يفرش في بفيتنجز، يعني في أثاث، في دبليو سي، أي نوع من الدبليو سي موجود، اللي هو الشرقي أو الغربي، أو يسموه العربي يعني الشرقي أو الغربي، اللي هو الكرسي. هل الشاور هو بانيو باث تيوب؟ هل هو شاور عادي شاور تراي؟ هل هو على الأرض اللي شوية منخفضة؟ يعني هذه كلها لها مساحاتها الخاصة وموجودة بالستاندرز أبعادها.
طيب هل هو هل الكلاينت رايد جاكوزي معاها؟ يعني قد يكون يريد شاور تراي وجاكوزي بنفس الوقت معها. كم واشنج بيسن، كم مغسله فيها؟ قسم عندهم يريد مغسلتين، قسم منهم يشترون مغسله توينز، يعني هذه توين مغسله تكون مع بعض جايه سيت قطعه واحده، هذه ايضا مساحتها تختلف. وقسم منهم يحتاج يريدون شيلفز داخل الرفوف داخل داخل الحمام. فهذه كلها لها مساحات، وهذه تاخذ بنظر الاعتبار انا ايش راح افرش داخل الحمام. اذا انا راح افرش كذا 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 1 2 3 اروح اطلع الدايمنشنز مالتها من الستاندردز وكم تحتاج الى مساحه حواليها للحركه، وطبعا ايضا الانترنس مالتها وغيرها، وبالتالي استطيع ان احدد مساحه الحمام. مساحه الحمام انا ما احاول قدر المستطاع ان ما اكبرها عن الحاجه، لان الحمام هو اكبر فضاء مكلف من فضاءات المنزل، فيه فيتنجز وفي سيراميك وفي غيرها من الامور، عاده قد يكون فيها مثلا اذا البيت ما فيه كله فول سيلينج ممكن يكون الحمام فقط هو اللي فيه فول سيلينج، فبالتالي مساحه الحمام يعني مكلفه اكثر من مساحات الغرف الاخرى. وبالتالي ايضا انا ما اريد حمام كبير، مساحه يعني في حركه اضافيه زائده حتى لا يصير عندي نوع من الصدى في الصوت وغيرها من الامور. فهذه كلها عوامل يجب ان يدرسها المعماري او المصمم الداخلي مع الكلاينت حتى يستطيع ان يحصل على المساحه الانسب لتصميم هذه الفضاءات. ودائما دائما انا اذكر الطلاب انه اعرف جيدا ان الخط اللي يجر على الورقه، الخط اللي يجر على الورقه بلا قيمه، ما ياخذ منك جزء من الثانيه انت تسحب على الورقه، هذا يكلف الكلاينت الاف الدولارات او الاف الريالات او الاف الدنانير في على الواقع. وبالتالي حتى من اخلاقيات المهنه انك انت يعني ما تسحب خط، حتى خط على مستوى خط تسحبه على الورقه، الا انك تعرف وتيقن بان هذا الخط اللي راح يجرك كم تكلفته على الواقع. انا ما اقول انه كم تكلفته الحقيقيه، لكن يعني اعرف ان لك لما تصمم ان المساحه يجب ان تكون مستغله ومدروسه بشكل حكيم، وان هذه المساحه وانت امين على انك لا تضيع على الكلاينت اموال اضافيه هو في يعني في غنى عن انفاقها، يعني او لا يحتاجها، يعني سينفقها في 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 البلاش، يعني في الفضاء، لا يحتاج الى حمام مثلا متر مربع زياده في الحمام تضع له وهو ما يحتاجه، انت مسؤول عن هذا. فبالتالي هذه هي العوامل كلها اللي ممكن تحدد لك مساحه الفضاء. وبالتالي ما نقدر نقول يعني احنا ما نريد ما نفضل ان نحدد المصمم بمساحات معينه. طبعا قسم من المصممين يقول لك ما بين كذا ما بين كذا ما بين، ممكن يعني، لكن كل حالة لها خصوصيتها، كل حالة لها خصوصيتها، كل كلاينت مثل المريض اللي يجي على الطبيب، كل مرض له خصوصيته، كل إنسان له شخصيته وحاجته يعني. فبالتالي أنت لما تصمم على شخصية الإنسان، تدرس شخصيته، تدرس متطلباته، الباك جراوند مالته الثقافي، الباك جراوند الاجتماعي، الباك جراوند المالي وغيرهم من الأمور. هذه جلسة مهمة جدا، مهمة يمكن أن تتكرر أكثر من مرة على اساس انك تصل الى الديزاين الامثل. طبعا هذا ما ردت ان اتكلم عنه في هذه الحلقه لهذا اليوم، وشكرا للمتابعه، وان شاء الله نلقاكم في حلقات اخرى من Project Management Architecture Simplified. شكرا جزيلا.